أعزائي المشاهدين وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج كريزي تاكسي، والنهاردة هي حلقة الانف اللي هو بيبدأ يستفز الضحية أعلى درجات الاستفزاز، وهنشوف مع بعض وبنلف في شوارع القاهرة وبندور على الضحية ودي أول ضحية. أيوة بوقف تاكسي وقت مش هتأخر عليك. اتفضل جيد لو سمحت. طيب اتفضل. لا لا مفيش 10 دقايق، 10 دقايق نكون عندكم إن شاء الله. مع السلامة. اهلا بيكم يا جماعه معانا في تاكسي العاصمه او الارستقراطيك تاكسي. اهلا بيك يا فندم، نورتوني وشرفتوني. ربنا يخليك. طبعا اكيد من الغريب عليكم ان انتوا تركبوا مع سواق تحسوا ان انتوا راكبين مع دكتور. وحضرتك هتطلع من جامعة الدول ولا انا محتاج اكمل مع حضرتك الحوار؟ كان بس اللي حضرتك لازم تفهمه كويس قوي ان احنا يا فندم عندنا بروجرام عاملاه الشركه لاي راكب معانا، لان احنا بننتقي عملائنا. وكيفية انتقاء العملاء دي بتقوم على الآتي: أولاً حضرتك بيطلب منك عدة تحاليل بتعملها معايا، يعني مثلاً زي تحليل مثلاً البول، حضرتك بتحلل البول هنا، وامسك من فضلك، حضرتك امسك دي، امسك من فضلك، أنا هبص الناحية الثانية وحضرتك هتتبول. يا فندم احنا مش بنهزر، احنا شغلنا الشغل على مية بيضاء. يا فندم حضرتك تتبول في التاكسي وتتبرز كمان. لا تاكسي ده ولا مستشفى؟ طيب يا فندم بالنسبه لنا دي اول مرحله عندنا، لو حضرتك مش هتعدي المرحله الاولى بنجاح حضرتك مش بتنزل من التاكسي. وعندنا في مرحله ثانيه لما بتعدي الليفل الاولاني هو ان انت تجتاز اختبار البول والبراز، بتخش على مرحله تحليل الدم وتحليل الفيروسات، فيروس A وB وC وD وE وH وG. طبعا تسالني اقول لك ان تحليل البني ده مرض جديد وفيروس جديد لسه نازل، وبينسبوا اسم البني دي لان هو اول واحد تم اكتشاف المرض عنده ده كان في البني في الهرم. هو ده تاكسي حضرتك تاكسي ولا مستشفى ولا لا يا فندم؟ تاكسي العاصمه لا يا فندم. كل دي اوفرز احنا بنعملها لحضرتك، حضرتك دي كلها اوفرز احنا بنعملها لحضراتكم. انت بتتكلم بجد ولا بتهزر؟ بتهزر. هو ده اللي هيرتقي بالمجتمع، هو ده اللي هينهض بالمجتمع يا جماعه. شكلك مجتمع ايه وينهض ايه حضرتك بتتكلم؟ صدقوني حضراتكم حضرتك على المستشفى دي ولا ايه؟ على فكره ان احنا عندنا مراحل، احنا عندنا مراحل ومعانا زي ما حضراتكم شايفين يا استاذي. هو ده تاكسي ولا زي ما حضراتكم شايفين احنا معانا الاستاذ. شايفين ايه يا باشا انت بتتكلم؟ من فضلك يا فندم ده الاستاذ فرج الممرض، حضرتك بنبقى معاك. من فضل حضرتك يا فندم احنا بنبقى مع حضرتك لحد فتره. يا باشا انا راكب تاكسي تسمعوني، من فضلكم تسمعوني. حضرتك بتفضل معايا في البدايه، انا ببقى مع حضرتك ديمقراطي لحد حد ممحي. انا لحد دلوقتي مع حضرتك ديمقراطي. لا نزلني، انا ديمقراطي، انا بوصل لحد بعد شويه ببقى مع حضرتك ديكتاتور. احنا اهم حاجه عندنا اتطر في العربيه انا ولا لو سمحت يا فندم، اهم حاجه عندنا ارضاء العميل، شرب الجنزبيل، شد الفتيل. شد الفتيل ايه؟ شد الفتيل. جنزبيل ايه يا عم؟ شد الفتيل يا استاذي لو سمحت. انت انا هضطر اكون مع حضرتك ديكتاتور عشان خاطر مصلحتك وعشان خاطر صحتك. فرج ايوه بيستك عليه. فرج بيستك عليه ايه وبتاع؟ يا عم لو سمحت فرج بيستك عليه مش هشك عليه. لو سمحت فرج ايه يا عم انت؟ ايه شغل الجنان ده؟ لمسه اكتاف، لمسه اكتاف، لمسه اكتاف، فرج لمسه اكتاف، لمسه اكتاف. ايه ده المجانين دول ولا ايه يا عم انت؟ اوعى تلمس جنب الناس، ما تلمسش في جنب الشرفون، مفيش ركنه يا عم. ما تخافش حاجه عليك، انا هبقى اجرى بيك من مصلحتك. تسمع انت عن فيروس حدائق الاهرام؟ حدائق الاهرام ايه وعلى ايه؟ ده فيروس العريس اللي بتقوله ده كده؟ ايوه طبعا فيروسات جديده. انت بتعمل انت بتعمل انت ايه؟ فيروسات جديده. انت تعرف ايه؟ تعرفتر يا فندم يا فندم. فيروس ايه؟ فيروس ايه يا عم؟ فيروس غنوا للفيروس ولا انتوا شعب فلاح يغني للفيروس؟ انا على جنب عشان اعالج الفيروس معاكم انتوا الاثنين. لا طبعا تارتر بول يا عم لو سمحت نزلني عشان تارتر بول. تارتر بول ايه يا عم انت؟ ايه شغل الجنان ده؟ اركن على جنب الاثنين. انتر بول انتر بول. مفيش يعني انت مش عارف ايه ده؟ ايه دي؟ لا نزلني جميل والله. على فكره هنا دي اللي انا عايزها في الكوبايه. لا يا عم نزلني عشان اعمل له التحليل. لو سمحت عايز اعمل له التحليل. تحليل ايه يا عم انت؟ ايه شغل الجنان اللي انت بتعمله ده؟ ايه شغل اللي ايه؟ انت مش بس انا فهمت. حط اللي فاتت يا عم. انا فهمت. انا فهمت. انا فهمت. انت قلقان. احنا قلقان من ايه يا عم انت؟ قلقان ايه شغل الجنان ده؟ انا رايح مشوار. انت ايه اللي بتقوله ده؟ بول شويه بول. مفيش بول. ايه يا عم انت؟ لو سمحت نزلني هنا بعد اذنك. لو سمحت افتح العربيه بعد اذنك. افتح العربيه بعد اذنك. افتح العربيه بعد اذنك. ده شغل جنان اللي انتوا فيه ده؟ شغل جنان والله.
والله يا عم ما تخليش اتغاب عليك انت فيروسات 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 فيروس ايه يا عم فيروس 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 هتصل لك الباب افتح الباب لو سمحت افتح الباب لو سمحت اسفين ازاي بص كده الكاميرا دي نزيع بقى الحلقه ولا منزعش نزيع طبعا فين؟ جامعة الدول تعالى السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صباح الخير صباح النور يا باشا صباح النور فين جامعة الدول؟ جامعة الدول شوف سجارة؟ لا يا غالي ممكن ديني الكورة فين؟ مين عادي مش مشكلة هو حضرتك فين في شارع جامعة الدول؟ اوصل بس هناك وانا معاك كبريت؟ في حد مستنيني هناك معاك كبريت انت مش كاترين مش كاترين كاترين لا عفو خلاص انا جعان انا جعان ما انا بحس ساعات بالجوع كده في الحلب احس بالجوع في الحرب جعان ولا مهبط مهبط اصطبحت فهبط لا مش اصطبحت ما اصطبحتش والله عشان كده بقى اكسد كده تبقى ما اصطبحتش انت شبوه اول شبوه تاني شبوه معانا تاني شبوه تاني شبوه لا ما هو بالشكل دوت هيبقى اخر الزبون بالمشي اللي انت ماشيه لا مش حابه كده قول يا رب قول يا رب مش حابه كده يا رب مالك مالك يا عم في ايه الصبح انت شارب ستروكس ولا ايه انا تعبان والله تعبان شارب ستروكس تعبان كان عندي مرض لو انت شارب ستروكس قول لي عشان ما اعرف افوقك لا بس كنت تعبان امال مالك تعبان ازاي يعني ايه يا عم انا سمع يا قصه انا تعبانه ده انت ده ما شوف حتى اكل بتاعي اكل بتاعك اكل بتاعي هذا دي ايه ده هذا عظمه يا عم دي عظمه يا عم هات المخفف غطي يا عم انت بتاكل عظمه انت فيها على الصبح مالك طب بقول لك ايه نزلني هنا نزلني هنا لا مش هتنزل هو ايه اللي مش هنزل ده في ايه في دماغك على الصبح يا عم بقول لك نزلني في ايه ما خافش ايه هو بس كده ايه ده مالك يا عم في ايه على الصبح انت في حاجه في دماغك لا ما هو ده يا اما ستروكس يا اما انت بتستعبط في ايه انا ما خدتش حقنه ايه حقنه ايه هاو ايه هاو دي هاو هو الاستراس ودانا في داهيه بس حبيبي بس سوق يا بابا يا عم سوق مالك في ايه ما انت كنت طبيعي اول ما ركبت هاو ايه بس حبيبي بس يا ابني بس مالك في ايه الصبح بس يا بابا بس حبيبي بس ايه ده تعبان ايه ده يا بابا تعبان ايه ده حبيبي تعبان صبرنا يا رب انا خدت ستروكس شارب ستروكس مش هشرب ستروكس امال مالك في ايه على الصبح يا ابني مالك ما تجننش امي انا معايا شهاده مامي اطفال اوعى يا عم كده مالك في ايه مالك يا عم في ايه على الصبح ايه اللي ايه ده ماله في ايه فك ايه ايه ده بس ايه ده وانا بتكلم مع بني ادم ولا بتكلم مع حيوان يا عم في ايه ده وهو على الصبح ايه ده ازاي يعني في ايه ما تفهمني يا عم يا عم ايه ده شويه ايه ده فهمني طب اديني ايه ده اهو فهمني بقى في ايه ايه ده انت شويه هو انت تعرفه ايه ده هو انت تعرفه ولا تفهمه انا عارفه ايه ده شويه يعني ايه عارف ماله بقى ايه انتوا دي الشله مجانين مع بعض ايه ده ايه اللي انت عامله ده الساعه 11 جاي النوبه هو ايه اللي انت عامله ده النوبه الكبيره جايه نوبه دي كبيره النوبه الكبيره جايه لازم اخلع لازم تخلع ايه في ايه النوبه الكبيره جايه يا ابني اقف يا ابني يا حبيبي
استنى يا بابا، ايه اللي انتوا عاملينه ده؟ انت روح فين؟ انت روح فين؟ ما قلت لك زفت جامعة دول. تعالى تعالى، عايز ايه؟ انت بتهوهو ولا بتناولو ولا انت ايه نظامك بالظبط؟ نياو في ايه هنا مالك؟ في ايه؟ اعزائي المشاهدين واهلا بكم، النهارده معانا في حلقه جديده في الكريزي تاكسي، وهي حلقه الخاطف المحترف. دراسه دراسه صباح الفل. صباح اللي انا عليه. مالك؟ مالي في جيبي. صباح الفل، مالك انت؟ لا يا عم، صباح القشط. الو الو، ايه يا معلم؟ ايه الكلام؟ يعني ايه لسه ما جاش لحد دلوقتي؟ بقول لك ايه، انا خلصت كل الدنيا اللي عندي دي واتفقت على كل حاجه، ولا انا جايب له حته ما احلمش بيها اهو، عشريناتي. طيب يا عم اخلص يا عم، ما تطلعوش عين امي بقى يا جدع. الله فيه ايه؟ تمام يابا تمام، هكلم كشكاوي. سلام. انت لازم الدراسة صح؟ صح يا عم، الدراسة احسن ناس واحسن عالم. واحد دراسة يعني قبل كده ولا؟ يا عم انا درست من دروس الدراسة. صباح الخير. والله عجبك يا دراسة من 6 اكتوبر انت بتقول عليها دي. الجمالية يعني؟ الجمالية والامرية وكل الحاجات الحلوة دي. بلاش الطاقة، عندي حساسية. صل على النبي عليك يا بابا. طيب لما اخذ اخد الراجل بس. اركب يا حبيب. ازيك يا كريمة؟ عامل ايه؟ اطلع يا كريمة. حبيب ابو لهب. ايه يا ابو لهب؟ مش حاجة يا كريمة، اطلع. طفيه طيب. مش حاجة. سلام الله. ده صاحبي بيهزر. الله الله الله، هترجعني تاني لله. يلا يا كريم اجري، مفيش وقت. اسكت بقى، اسكت. اكفل ايه يا عم مال؟ الله، هتقعد تبص لي تقول الله؟ انا مش ساعدك اصلا يا عم. ما احنا ماشي يا عم، وانا اسرع من النار يابا. انا اسال مالك يا عم؟ يا كريمه إيه؟ اطلع يا كريمه. اهو مالك؟ ما تقول لي ايه بس اللي جرالك يا اسطى؟ في ايه يا عم انت؟ يا عم بيضحك معاك، بيضحك معاك. طب بص لطريقك بعد اذنك يا عم. الراجل بيضحك معاك. بص لطريقك بعد اذنك يا عم. الراجل بيضحك معاك. الله بلا الله بلا مش الله. الله في ايه يا اسطى؟ كريمه ايه؟ ما بيردش على كريمه. ايه؟ الواد ما بيردش على كريمه. لا يا راجل، الواد ما بيردش على كريمه. ابو لهب ايه؟ في النحور. ابو لهب اجري. ابو لهب كريمه اجري. انت اللي خاطفني، انت اللي خاطفني. ادعى انت اللي خاطفني. في ايه؟ خطفتني ليه؟ عملت لك ايه؟ خطفتني ليه انت؟ الحقوني. في ايه يا عم؟ الحقوني. في ايه يا عم؟ انت خاطف الراجل؟ خاطف الراجل؟ الله الحقوني. الله الله، حرام عليك. خاطف الراجل ليه؟ الحقوني. خاطف الراجل. خاطف الراجل. يا عم انا اقول لك الله. جي يا باشا. شغل عداد ولا نتفق؟ شغل العداد. وماله؟ احسن برضه.
في حاجه يا اختي؟ لا مفيش حاجه، ما تسوق حضرتك. انا سايق، خليكي في الطريق. خليك انت في الطريق عشان قدامنا عربيات. الله، ما انا في الطريق. انت بتتكلم كده ليه؟ معلش اصل حنجرتي فيها استبيحسي في الاستباليه. انت شارب شكلك. لا 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 لا، ربنا يبعدنا عن الشرب وهم ووجع القلب اللي الكلام اللي ملوش عايزه. انت ماشي على قشر بيض ما تمشي. هو انا اسرع من النار. انا عندي مواعيد يا عم. طب انا اسرع من النار. طب انا كنت ركبت الميكروباص. انا اسرع من النار. انا عايز اجابه على سؤالي. انا اسرع من النار. ركبي الجمله. نار اسرع انا. ايه ده ايه ده؟ انا اسرع من النار. ما ينفعش. ما تخشش معايا في حوارات والنبي وسوق. يا اخش مع الكونتيسة سكريس؟ مالك يا مدام في ايه كده؟ ما توحدي الله كده وخليكي شوافة. شوافة؟ ايوه. انا شايفاه؟ الو، ايه يا معلم؟ في حد يشوف في حاجة عندهم؟ طب عملت اللي اتفقنا عليه؟ طب اللي عليه عملت اتفقنا؟ رتب الجملة. الله، ما تخلص يا عم. سلام. في حاجة اختي؟ انت بتتكلم كده ليه؟ اتكلم زي ما انا عايز. ايه، عمرك ما شفت عكرمة؟ لا ما شفته. انا عكرمة. عكرمة؟ ايوه. اللي ما يعرفش عكرمة، شفت شكلك عايش وسط شرزمة. سوسته ضهرت في المنشوق. في الايه؟ في المنشوق. بقول لك انا مش عايز ارغي معاك، من فضلك سوق. انا مستعجله وفي حاجات عايز اعملها في المجمع. طب انا هاخد بس واحد صاحبي معايا. تاخد مين كمان يعني؟ واحد صاحبي على الطريق بقى. ايه وانت انا مراكبه تاكسي مش راكبه ميكروباص. ماشي يعني على الطريق ايه؟ معلش انا مش راكبه ميكروباص. على الطريق يعني ما فيهاش حاجه يعني، اما نقف جنب بعضينا. جنب بعضينا؟ شكلك اصلا مش مريح. انا مش عارف ايه. ليه؟ والله شكلك مش مريحني وانا نفسي مش شايفه. شايفه عفريت ام من الجن؟ والله شكلك كده. سبحان الله. اطلع يا عكرمة، اطلع يا عكرمة. ماشي يا حاج. بص قدامك يا حاج، اطلع يا عكرمة. حاجة ما تقلقيش، الراجل جاي معانا مشوار وخلاص. مشوار ايه اللي جاي؟ هو انتوا معاكوا ايه؟ اسكت اسكت. مفيش حاجة، بص يا حاجة قدامك. اسكت. عملت ايه؟ خلصت عليه. في السلنكتيه؟ كله شيبسي وكاراتيه. كلبز بجنيه؟ لعبت باليه؟ بعت للواد الجنيه؟ جنيه؟ اطلع يا كريم. انا طالع عليه. طالع عليه. اهدي يا ست. انتوا مين يا ماما؟ اقول لك انتوا مين يا ماما ويا بابا؟ خليكي في طريق الراجل بيضحك معاك. بيضحك ايه؟ وانتوا معاكوا ايه؟ معانا الستر. معانا الصحة. روقي كده على حالك، خليكي في طريق مالك بقى. اكبس على الزمار. يا كريمة يا حاجة. بص يا انسان، ايه يا عيني؟ ايه يا كريمة؟ الواد ما بيردش يا كريمة. ما بيردش. يا نهار اسود يا كريمة. ربنا يكرمك والله. تعالى يا باشا، مواربين في مصر الجديدة. اللهم صل على النبي. صلى الله عليه وسلم. كربة إن شاء الله. كربة؟ ربنا يفك الكربة. ربنا يفك كربتنا جميعا. آمين يا رب. اللهم آمين يا عم. آمين. بقول لك يا عجوز. استناني أنا ربع ساعة كده وأدخل عليك. يا عم ماشي، ربنا يسهلها يابا. وأدعي لبقه خليه جنب منه. ماشي؟
يلا سلام. ايوه يا رب يا مسهل. مالك هو فاضل ليه كده جهد؟ لا ابدا انا. امال ايه يا حلاق؟ ايه انت بقى؟ بقه عجوز وبتاع، حد مضايقك؟ لا دي لسه. طب ايه يا عم مشاهدين، زي ما انتم شايفين بقى، طبعا غريب على الشعب المصري ان هو يركب مع سواق تاكسي ويلاقي سواق التاكسي عامل اللوك اللي انا عامله ده. وربنا يستر علينا في اللي احنا فيه بقى. ده الكاركتر ده صعب صعب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه ده؟ مساء الفل والجمال عليكم. انت واحد الاول ولا واحد الاول؟ يا عم في مالك انت؟ ايه الشنب ده كله مش مال عينك ولا ايه؟ لا بس اللي انت عامله كده اصلا يعني. ايه اللي الله فيه؟ حريه شخصيه، حريه شخصيه. لا 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 نعم. اللي انت بتعمله ده يا عم في ايه؟ بعمل اللي انا عايزه. انت مش عايز تروح مشوارك؟ ما انت تفهمنا بس الرقص اللي انت فيه ده، انت واحد ولا واحده ولا؟ لو سمحت حضرتك ممكن تركز يعني انت قاعد معاها؟ انا هوصلك مشوارك. خلاص بقى خلاص، انا على فكره سكتت خلاص. لا 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 لا. انت 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 يا استاذ يا قمر. اللي يا قمر هو حضرتك بجد؟ لا انا بهزار. بهزار؟ اه بتضحك على ايه؟ انا شايف شكله عامل ايه؟ والله اللي هو بيعمله ده. ثواني ثواني، معايا تليفون بس. الو ايه في ايه؟ كوكي اتجوز ميشو؟ الحيوان انت اكيد بتهزر. طب ممكن بقى تبلغه ان انا هرجع اقابل توتو تاني؟ انا هقابل توتو، هقابل توتو حد ياخده دلوقتي، هو كان بيضايقه. اوكي ماشي، يلا باي باي. الحيوان ممكن ابقى اخد حد في الطريق من فضلك؟ لا بس احنا واخدين التاكسي مخصوص يعني. يا حبيبي اوكي ما قلتش حاجه، خلاص هبقى اخده في الطريق بقى لو قابلته. انت شكلك مش غريب عليا على فكره. انا من شبرا. يا لهوي يا لهوي، بعشق شبرا واهل شبرا. ما تخليك في حالك ولا في حالك انت، انت حضرتك هو في حاجه؟ انا مش، انا على فكره انا مش فاهمه. مش فاهمه انا ايه؟ مش عارفه اصلا حضرتك واحد ولا واحده. يا لهوي ولا يا لهوي. لهوي. شكلك ايه؟ طب لو سمحت بص قدامك ما تبصلوش. انت بصيت له ليه او بصله ليه اصلا؟ مش انا بصله ايه؟ اصلا حضرتك واحد ولا؟ ركزي بقى في نفسك بقى، مالك فيكي ايه؟ قول لي قول لي مالك في نفسك ولا انت نفسك ولا منك انت؟ اللي انت بتعمليه ده مالك؟ غيرانه غيرانه من جوه. انت ايه مش شايف نفسك؟ انا شايف ان انا مشرشه. غيرانه انا غيرانه. بليز لو سمحت بص قدامك، ايه خلي ايدك قدامك؟ ايدك ولا هو ايدك؟ اللي انت بتعمليه ده ولا اللي انت بتعمله؟ ان انت ما مش بقلك ولا انت ولا انت. محدش كلمك، خليكي في حالك. مش بس كده كده ولا بايدك كده؟ روح احلق الشنب اللي في وشك دي ولا في وشك. وشك اه خليكي انت كده. والله انا مش عارفه انت واد ولا بت ولا مش عارفه انت واد ولا بت. خليكي انت كده. قصر قصر بقى عم الحاج، خليك في طريقك. اقسم بالله انا عشانك اعمل اي حاجه. لمي نفسك يا بابا، انت خليك في 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 قدامك. انت مش شايف بيعمل ازاي؟ انت مش شايف؟ لا ده متخلف متخلف. لا لو سمحت هو قال لي لو سمحتي ما تعمليش كده. لو سمحتي بقول لك ايه؟ شفتي دي؟ بقول لك ايه؟ مش عايز اشوف. انا مش عايز اشوف. انا نفسي مش عارف. انا مش عارف انت سواق تاكسي ازاي اصلا؟ المفروض انا مش فاهماك بصراحه. سواق تاكسي والله ده اخرك. سواق تاكسي ما تعقلي شويه ولا اعقل ولا ايه اللي انت فيه ده؟ بص ما تردش عليا. انت من ساعه ما ركبت وانت عينك ما غابتش عني في المرايه. مش عايز اتكلم قدامك. حر يا اخي الرجاله ولا حر النسوان حتى؟ اه ايه ده؟ كرسي إيه؟ سخنة قوي. ألف سلامة عليك أنت والكرسي. إيه؟ قالوا لنا بس الواحد مستعجل كان نزل. يا ريتك تنزل، عايزك تركب تفضل راكب. طب غوري بس ولا غوري بقى على الصبح؟ لا لسانك. أوه أنا قاعد ياخد صاحبي يا قمر. تعالى تعالى. مش عارفة أنا فاهمة احنا واخدين تاكسي ولا مش عارفة. طب ما بتردش عليا ليه؟ وحشتني قلبي قوي. إيه الأخبار؟ تمام الحمد لله. عامل إيه؟ تمام. ما تسألنيش عليا ليه؟ بسأل والله، بقالي 3 ايام شغال وطالع. طب لو سمحت احنا عايزين ننزل.
لا يا فندم عايزين ننزل. مش هتنزل هو مش خلاص بس هو انت ملك محروقه ليه؟ هو انت محروقه انت ايه؟ انت مش ادم مش ادم مع صاحبك ما تسيبيني مع صاحبي. بطل قله ادب. قله ادب انت عايزه ايه؟ ايه ده اللي ايه ده؟ ايه اللي ايه ده؟ انت مش فاهم. مالكش دعوه خليك في حالك. اقسم بالله ده ياكلكم. في ايه مال؟ ده ياكلكم. في ايه مال؟ انت عارفه ده مشهور عندهم في المنطقه؟ ده اسمه عبد الونش. طب بص يعني بيرفع اي حاجه. ده عبد الونش. ربنا يبارك لك حبيبي يا وانش. قلبي قلبي جد. طب نزلنا بعد اذنك. لا طبعا مش هتنزلنا. انت بتعمل كده ليه؟ جبت لي فلوس؟ قلت لك والله ايه تلات. بقول لك احنا عايزين ننزل ثواني بعد اذنك بس ثواني. طيب ثواني بقول لك اسكتي خلاص. تلات ايام تلات ايام شغال لما اتطحنت عشان خاطرك. انا عايزك النهارده بقى تروح تتمرن. الله يبارك لك. تتمرن وتتمرن واخرب الدنيا. لا بس ما تغيبش عليا بالليل يا اسطى. يا اسطى لا انت على فكره في واحده ست راكبه في العربيه كده. ايه بتكلم عادل يا عم؟ اسكت كده غلط. اسكت خالص. ما ينفعش اللي انتوا فيه. اسكت خالص. بقول لك ايه الونش يرفعك. ويرفعك انت. يرفع مين؟ اقسم بالله الونش يرفعك. يرفعك انت. ويرفع اللي زيك ولا اللي زيك. الونش يرفعك. ارفع يا حبيبي. انت عندنا ننشقك انتوا الاثنين نصين. انت بق تشق يا بق. طب ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ وبص قدامك ولا بص يا عم الحاج. ده بص البنت. بص البنت دبلانه ازاي. بص صاحبته دبلانه خالص. صاحبته دبلانه. دبلانه دبلانه. انت مش زلالها. زلالها اه شطه وكمون. متكاده. شايف اليانسون. ايه اللي في الادب؟ شايف اليانسون. شطه وكمون. شايف اليانسون. شطه وكمون. شطه وكمون. هو ايدك. هو ايدك. هو ايه اللي ايه؟ اقف على جنب. اللي بالك هكسرها لكم انتوا الاثنين. اكسر ايه؟ نزلنا بعد اذنك. اكسر ايه؟ انا عايزك تكسر. اقف يا اقف. انا الونش. اقف يا حبيبي. اقف. بس طيب بس 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 ايه ده؟ سيكاها قوي بقى. ده بس ده احنا بنهزر بنهزر والله بنهزر. اصر يا ابن الاتنين. اصر يا ابن الاتنين. اصر يا ابن الاتنين. اصر يا ابن الاتنين. بس اصر ايه وشفت ايه يا عم؟ اسمحوا لنا ان احنا نزيع الحلقة؟ اه طبعا. ممكن نزيع ممكن مش لازم ناخد منها. احنا لو هنزيع هنزيع عشان خاطر الونش. الله يبارك. وعليكم السلام. اخبارك يا استاذ؟ انا تمام والله. الجو حر قوي النهارده. اه بقاله يومين الجو حر. اه حر حر يعني. كان الله في عونك طول ما في الشارع يعني. اه والله العظيم حاجه يعني. بس الحمد لله بنستحمل. اكل العيش يحب الخفيف. ربنا يعينك. واكل البسطرمه يحب البيض. مين؟ اكل البيض يحب البسطرمه. انت شغال من الصبح ولا عيد؟ والله شغال. مطبق والورديه المفروض انها 8 ساعات والعربيه غاز خالص والواحد يا باشا ارد على التليفون. وجت على دماغي بقى النهارده ولا ايه الحكايه؟ لا ما جاليه يا عم. يا عم انت يا عم انا بقى بضحك معايا. انت كلامك جميل وكله بس مش راكب. كلامك مش راكب. كلامك جارح. بقول لك يا باشا ناخد معانا بس الموزه دي. لا طب ماشي. لو سمحت معلش ممكن تاخدني بطريقك عشان انا بس عايزه اوصل للميدان. بس يا نهار ابيض ده انا لو مش رايح الميدان اروح. قشطه اوكي. انا باخد معانا بنت نسيبها لوحدها في الشارع. انت طالع مخصوص. انت راجل ماشي يا عم. انت يا روحي. يا نهار ابيض. مش معنى تاكسي راديو اوف. لا خالص اقسم بالله انت منوراني. يا نهار ابيض مش غريبه عليا. انا بشوفك على طول. اه لا بسم الله ما شاء الله الكيرلي ده ملفت وانا اصلا بيعجبني جدا يعني. حاسه ان انا شفتك قبل كده. بس لا انت اكيد هتلاقيني هنا. انا اساسا لا اساسا مش سواق تاكسي يعني. السنه دي هوايه عندي. قصة احنا نمشي ولا هنحب ولا ايه حكايتك؟ مالك يا باشا فيه؟ حد معطلك؟ يا فندم انت ده في ايه؟ انت واحدة راكبة وانا قاعد وانا شايفني على بلاصي قدامك ولا ايه؟ بلاصي بس امال في ايه؟ مفيش بلاصي والله ولا حاجة. حضرتك منورنا النهارده. شعرك حلو جدا بجد بأمانة. اوه ماي جاد. طب طب التسريحة دي حلوة؟ طب ايه رايك ولا اظبط ال يا اسطى عايز اروح يا اسطى. انا جاي من الشغل تعبان وعندي عيالي مستنيني. حاضر حاضر روح على حالك. ثاني بصي بصي اقول لك على حاجه. ايه رايك افرق من هنا ولا بلاش الفرق ده؟ بص هو تقريبا اي حاجه عليك لايق عليا صح؟
ميكس. او ماي جاد. انا عيب. بصي احنا في حاجه في بينا حاجه. ومفيش حد قاعد معاكم في العربيه ولا ايه؟ حضرتك ممكن تسيبنا كده؟ خطيبتي. خطيبتك منين يا عم؟ لسه راكبه قدام مني. راكبه مني انت فين؟ تعرف انت ايه يعني؟ بقول لك يا صلاح بس استنى بس. قريت في علم الخطوبه؟ علم الخطوبه ايه يا عم انت؟ حضرتك قريت في علم خطوبه المرء؟ انا قريت في البرنجان. طب البرنجان ده موضوع تاني، حاجه تقرا فيه مع حالك بقى. ممكن حاجه تريح شويه؟ يا عم انت انا لا تعالى يا بنتي يا بنتي يا بنتي انت مالكيش اهل. لا 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 مالكش دعوه بيها. لا لا مالكش دعوه بيها يا عم. استنى يا عم مالكش دعوه بيها، شغلش بالك بيها خالص، ولا ليها اهل ولا مالكش اهل. لو سمحت عيب. انت راجل في مصر يا باشا، انت راجل كبير واقرع، وانا مش عايز ازعلك يا باشا. واحد الله. لا اله الا الله. انت كبير واقرع. طب واحد الله، انت اسمر اساسا، وانا يعني انت متغاظ، انت من الجيفنهايز. يا عم وقف يا عم. خدي رقم يا بنتي. استنى يا حاج يا باشا. استنى يا باشا. استنى ايه يا عم؟ في ايه يا بنتي؟ انت جاي يا بنتي؟ لا اله الا الله.